بمناسبة برضو الإعلام، الحلقة الماضية كنا اتكلمنا على الزميل إبراهيم عبد الجواد، وكان أذاع خبر إنه الأهلي بيفاوض الجناح الجزائري بالقاسمي، وقال إنه الأهلي لجنة التخطيط وبتفاوض و و و وكلام كتير حوالين مفاوضات الأهلي مع هذا اللاعب. وطلع قال وطبعا المواقع كلها أخذت عنه، والأهلي هيجيب بالقاسمي واقترب من بالقاسمي وكل الحواديت اللي انتوا تابعتوها على مختلف المواقع. واحنا سألنا كابتن أمير توفيق، ولما سألنا أمير توفيق لأنه الراجل مدير التسويق المسؤول دلوقتي، نفى جملة وتفصيلا علاقة الأهلي بهذا اللاعب، وقال إن أنا أول مرة أسمع. طلع الزميل إبراهيم عبد الجواد وقال لا أنا ما قلتش ده أمير اللي بيفاوض، قلت لجنة التخطيط. طيب تأكيدا لمبدأ حسن النية مع الزميل إبراهيم عبد الجواد، لأن من المؤكد إن احنا لما بنطرح حاجة عندنا حسن نية موجودة، وعندنا تقدير لكل الزملاء ما دام الناس عايزة تعتمد منهج مهني سليم. حتى وإن كنا اعتراضنا على إن أنت بتثير حاجة في توقيت تهز استقرار فريق، تاخدها المواقع المختلفة وتثير بيها قضايا ابتهادات من خلال ابتهادات من خلال مقيل، ويبقى الأساس مش موجود. لأنه أنا كمان رجعت مش بس للكابتن أمير توفيق، للجنة التخطيط نفسها. كابتن محسن صالح قال لا لم نتلقى أي شيء بشأن هذا اللاعب أو غيره، وإن اللجنة غير معنية في الفترة الحالية سوى باعتمادات لخطط المستقبل والترتيب للفترة اللي جاية، ومفيش مفاوضات مع هذا اللاعب. ده حقيقة الأمر يا أستاذ إبراهيم. لكن فكرة إن احنا بنفترض حسن النية، بنفترض حسن النية. هو احنا لما اتكلمنا أستاذ إبراهيم عبد الجواد واحد من الناس اللي بيحظوا عندي جدين باحترام. واخد بالك؟ لكن أنا أربأ به أن يلجأ لمثل هذه الأسلوب. يعني أنت أستاذ إبراهيم لو قلت مصداري لجنة الكورة أو مصداري حد من النادي، لا أولا مجرد أنك توحي بأن لجنة التخطيط قالت هذا اختراق، يبقى في حد في لجنة التخطيط بيقول الموضوع ده حاجة من اتنين، يا حصل يا ما حصلش. مش كده، نكلم العقل بقى، يا حصل يا ما حصلش. لو ما حصلش عيب أن يتقال أنه حصل. طيب لو حصل مين اللي قال لك؟ لو لجنة التخطيط، لا ده احنا عندنا مشكلة حقيقية في النادي الأهلي. وهنا يبقى الأستاذ إبراهيم يعني يقول لنا مين مصدره. لكن لما احنا نستند إلى المصادر، هنا إعمال العقل. أنا ليه بكلم العقل؟ عشان بقول لك سألنا أصحاب الشأن، رغم إن أنا يعني المفروض إن أنا ببقى عارف، أنا بعمل نفسي مش عارف ليه إمعانا في الوصول إلى الحقيقة. أمير توفيق مع احترامي للألقاب نفى، كابتن محسن صالح نفى وقال مفيش حاجة من دي حصلت. طيب يبقى أنت مصدرك إيه؟ تسريبة جت من الوكيل بتاع اللعيب او حد من مواقع التواصل. انسب هذا. تعرف يا استاذ ابراهيم لو طلعت نما الى علمنا ان بعض الوكلاء عرضوا على لجنه التخطيط، وغالبا ده بدايه الخبر انه بيبقى الوكيل او احد العاملين او انسب الخبر لمصدره، مش ضروري تقول الاسم، بس انسب نوع المصدر بتاعك ايه. لكن تسيبه للجنه التخطيط وحد جوه النادي الاهلي، احنا لازم نتصدى استاذ، لان زي ما قال لك الموضوع ما تقولش ان انا ما قلتش اجايو ما قلتش، ما هي امال هيجي مكان مين؟ ما انت اديت فرصه للاجتهاد بقى ان المواقع تقول لك اجايو، تقول لك مش عارف ايه، وانت شمالي بقى وتغزل على كلامك. اصل الموضوع مش موجود، فاللي بيتبني عليه كل ده. بينا وبينك كل تقدير، ولو انك انت قلت كلامنا مغلوط، لا كلامنا مش مغلوط يا استاذ ابراهيم، لان كلامنا احنا استندنا فيه الى مصادرنا بقى، بنقول لك اهو الاستاذ أمير توفيق صالح والكابتن محسن صالح وش اهو. لو حد منهم قال لك او حد من جوه الادارتين دول قال لك اطلع قول. هي على فكره بس دي للجمهور ولكل الزملاء، الفتره دي فتره نشاط اعمال السمساره ووكلاء اللاعبين، عشان الجمهور يبقى فاهم. واكم من عمليات سمساره وعمليات ترويج وتنشيط لانتقال هذا اللاعب او تسويق هذا، ويكون كله على حساب استقرار الفرق. وانا هنا بقول مش الاهلي بس، على فكره لو حصل مع الزمالك برضه غلط بالظبط. نتعامل مع الامر بكل الجديه لكل الفرق. وهو الزمالك النهارده لما راح اشتكى وطلب اعتذار بيحمي فرقته بالظبط. طب ما احنا نفس الشيء، احنا عايزين نحمي فرقتنا بالظبط.